كابتن هاني اهلا بيك مره تانية، وكابتن خالد اهلا بيك مره تانية. كابتن هاني، بالتاكيد نتيجه محبطه قياسا على اللي قدمه الاهلي بالتحديد في الكوارتر الاول. كنت متقدم في النتيجه، متسيد الجيم تماما. يعني والله النادي الاهلي بيجني ثمار الاستهتار واللامبالاه، ويعني التعالي على جيم الباسكتبول، تتعالى على جيم الباسكتبول هيديك على قفاك وش كده. النهارده انا ما شفتش مدربين الحقيقه بتبقى قاعده في وسط الجيم حاطه رجل على رجل، ديك على دماغك يعني. حاطط رجل على رجل وبتفرج على الجيم زيه زي هنا. يعني انا مش عارف في ايه حقيقه. انا متضايق جدا، لان الحقيقه مش ده نادي الاهلي، مش ده ادائنا، مش ده تحمل مسؤوليه. انت بتلعب على ميداليه في بطوله انترناشونال، الناس نازله فكه كان احنا يعني جايين من عالم تاني. يعني بدأنا كويس جدا، وكنا يعني ورينا في الاول خالص ان احنا نكسب مستريح جدا، نلعب ديفنس مسيطرين على الجيم، وبعدين فكينا بقى، حسينا ان احنا يعني الجيم في اي وقت نجيبه. انا بحمل مستر اوجوستي الجيم ده تماما، يعني لانه طول الوقت حتى مدي انطباع للعيبه قاعد على الكرسي ومربع ايديه، يا جماعه في ايه؟ جيم الباسكت زي ما كنتش واقف فوق اللعيبه، واقف انت بتقود الناس. الناس بتفك بتكسر. ده دايما ستايل اوجوستي، يعني هو دايما هادي. لا مش دايما يعني. هادي، ما هو في ماتشات انت مش حاسس انها ليها اهميه. يعني ازاي انت مش حاسس ان الماتش ده ليه اهميه؟ يعني ازاي انت مش داخل جوه الجيم بتلاعب الراجل المدرب الصيني؟ الحقيقه لاعبنا واقف على الجيم طول الوقت، عمال بيحاول يرجع في جوه الجيم، ورجع توقيتات التايم اوت كانت هايله كمان، خد تايم اوت طول الوقت، صاحي للتايم اوتات. اول ما تجيب بونت ولا اتنين بيروح واخد تايم اوت ووقف الليد بتاعك. انت بتلعب زون مع فرقه بتشوط تلاتات طول الوقت ازاي؟ يعني انا متضايق جدا الحقيقه، لان احنا ضيعنا حاجه كان ممكن نعمل حاجه كويسه قوي 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 كنادي اهلي. كانت حاجه لتاريخ النادي الاهلي وتاريخ افريقيا وتاريخ العرب، كانت حاجه مميزه جدا. ونقدر القضيه ان انت تقدر، كانت في ايدك. يعني مش هو فرقه اقوى منك كسبتك، لا ده احنا الاقوى، احنا الاقوى. صح. احنا اللي استهترنا. انا يعني بقول لك انا متضايق جدا الحقيقه.